الفساد باقي ما دام هذا النظام السياسي باق. وليش تربط الاثنين؟ ما هو النظام السياسي هذا ما يستطيع معالجة الفساد. إذا عالج الفساد لازم هذا النظام السياسي يروح للسجن. كل النظام؟ أي طبعا. ليش؟ لأنه هذا النظام أما مستفيد أو ساكت أو متواطئ أو عاجز وبالتالي متهم. مو؟ أملنا بالمستقلين الموجودين في داخل مجلس النواب واللي هم اليوم منقسمين إلى ثلاثة. ما تحلف لي صار بيش تحلف لي حتى تقول لي أكو مستقلين؟ المستقلين حلف لي أكو مستقلين وجيب لي المستقل وخلانا قابله. شو يعني الشعب العراق كله متحزب؟ هو الشعب متحزب تريد يعني سياسي مستقل؟ الشعب كله ذبه يعني ما ندري. لا أنا ما متحزب. أنت متحزب؟ لا إذا ما طول متحزب كل شيء ما تحصل عاد حالك حالي. نظل بس نلف وندور كل شيء ماكو. المتحزب يستفيد ياخذ له منصب بوزارة رئيس قسم مدير غاي الله يسمح لنا. المهم اي ان شاء الله يلا. انت هسه غير تعرف الحكمة ان شاء الله هسه يجيك منصب ان شاء الله بس اطلب تيجي اي بجوز ما تطلب زين اي يعني الـ 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 الموضوع قضية الفساد يعني انت لما الولايات المتحدة الامريكية تدعي انها تحارب الفساد بنفس الوقت تفرض حصار اقتصادي على العراق الان تقنن الدولار وترفع الأسعار. هسه اللي جاي يصير مثلا في ملف نور زهير مؤشر على قوة الدولة لو لا مؤشر على ضعفها؟ لا 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 نور زهير شوف نور زهير أصلا هم يشاغلون الدولة به ويشاغلون الشعب به وإلا شوف. الرجال شو خب كان حاكمه صار قبل سنة سنتين وحاكمه تعال عمي الله يساعدك طبنا خمس دقائق بالقفص خلينا نطلعك بكفالة سنسجنك هسه تجيبوه حكم الرجال سنة ونس الناس قضيته هسه مو اكو وزراء ومسؤولين طبوا للسجن لا والله جديات زين هذول اللي طبوا للسجن وطلعوا ونسوا انت ايش قد اكو وزراء ومسؤولين ومدراء عامين ورؤساء هيئات انسجنوا وكوي ما سووا هذا يخلينا نطرح تساؤل انه ليش يتم التعامل مع نور زهير بهذه الطريقه يبدو هذا هيك خيال يعني مو اتخيل يخيلوا الي انه اكو شخصيات مو ويا استاذ نور العفو انا ما لي علاقه باستاذ نور انا دا احكي على السياسيين الكبار والزعامات الكبرى والرؤوس يبدو هو استاذ على من استاذ وصف هذا من عندي انا يعني دا هديه انا شحلي بك انا دا اقول يعني انه بعض الزعامات او بعض الشخصيات او بعض النافذين في الدوله يبدو ان هذا الملف يمسهم واذا كشفت الامور قد تحدث مشكله او طرقاعه كما يقال لذلك يراد له ان يطمطم على طريقه بوغو طمطم يعني يراد له ان يطمطم مثل الله يرحمه يونس الشهيد وهذا التاجيل مقدمه لهذه الطمطمه التي تشير اليها واخذ الهروب الى الامام سرقه الوقت مثل ما سرقت لا بس الحكومه جاده بمتابعه هذا الملف الحكومه جاده جديه مو كافيه هسه المنتخب مالتك راح خسر ويا المغرب 3-1 زين مال فرنسا ايه؟ والمدرب جاد واللاعب جادين لا المدرب جاد ما كان جاد ورئيس لا خياراته ما كانت جاد المدرب مو جاد ايه؟ حتى لو جاد ايه؟ المدرب ايه؟ شنو يعني واذا جاد هو بالمباراة المركز الثالث والرابع المغرب فاز على مصر 6-0 يعني اكو زين فليش تحاسب المنتخب اراده شنو ايش يقولون هو خسر المغرب على مصر خسر فازوا 6 اي لا مو على حاسبه لان اكو خيارات افضل ما هو ما يدبرها انت بالعمل السياسي ما عندك خيارات افضل المهم الجدية أنا أريد أقول الجدية لوحدها لا تكفي إذا لم تكن لديك أدوات حقيقية جديتك ما تكفي الحكومة العراقية لديها جدية أنا أقول لك جدية حتى مو عنده أدوات رئيس هيئة النزاهة عنده جدية ورئيس الوزراء عنده جدية ورئيس الوزراء ما هي أدوات خياره هو اللي اختاره ما هو المشكلة وين يا عيوني أنت من يطوك وزارة هاي الوزارة يلغموها بالمدراء العامين ووكلاء الوزارات والمستشارين اللي هم المتابعين للأحزاب يعني لا توصل يا محدي هسه تروح لاي وزاره زين اكو ناس من الوزير ما يقدر يحاكيهم يعني الوزير يقدر يقيل وكيل يقدر يقيل مدير عام يقدر يمكن رئيس قسم ما يقدر يقيله يقول له انت ايش عليك قانون اكو موظف هسه يجي يروح يطلب للوزاره يظل يرفع صوته ويفشر ويشتم يقول لك انا مظلوم واكو وزارات محبوسه حبس يعني مثلا هسه طب الوزاره يقول لك هاي الوزاره هذا القسم هذا خاص بالسنه لا تتقرب اذا انت شيعي روح جفي نشرك شوف لك وزاره شيعيه واذا تروح واحد سني يضيعونه بمنطقه دائره شيعيه في مكان في وزاره معينه وهكذا يحارب الناس في الوزارات وهذا الشيء يسموه مسكوت عنه انت الان لما تتحدث لي عن القوميه عن الطائفية القومية والطائفية جزء من الحالة العراقية وصعب معالجتها طبعا. الآن أناس مو سياسيين أناس يتمنون تدخلات عربية وتدخلات أجنبية أكو ناس مرتبطين سياسيين وقيادات مرتبطين بدول إقليمية ودول عربية ما يريدون هذا النظام يتغير لأن طبعا. هذا النظام يمثل مصالح هذه الدول